إلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات تعاملاتها على ارتفاع جماعي، وارتفع رأس المال السوقي بأكثر من مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663 مليارا و540 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر إيجي أكثرتي عند مستوى 10086 نقطة، وأغلق عند 10109 نقاط، مرتفعا بنسبة 22%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 عند مستوى 1727 نقطة، وأغلق عند 1737 نقطة، مرتفعا بنسبة 62%. كما فتح مؤشر إيجي أكس 100 عند مستوى 2599 نقطة، وأغلق عند 2614 نقطة، مرتفعا بنسبة 58%. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيها 62 قرشا للشراء، 18 جنيها 54 قرشا للبيع. كما سجل اليورو اليوم 20 جنيها 3 قروش للشراء، 19 جنيها 94 قرشا للبيع. وسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم وصل إلى 23 جنيها 53 قرشا للشراء، 23 جنيها 42 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات 7 قروش للشراء، 5 جنيهات و4 قروش للبيع. وسجل الريال السعودي 4 جنيهات 96 قرش للشراء، 4 جنيهات و94 قرش للبيع.